اعزائي المشاهدين طاب مساءكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مدارات مدارات اليوم في واحه النقد وفي واحه السرد وبالذات في واحه السيره والسيره الذاتيه والروايه السيريه اليوم مع ضيف عزيز علينا مع ناقد عرف بكتابه السرد السيري والسيره الذاتيه ومن الذين اهتموا بها كثيرا مع الاستاذ الدكتور خليل شكري هياس رئيس قسم اللغه العربيه في كليه التربيه جامعه الحمدانيه الناقد والكاتب والباحث فاهلا وسهلا به في برنامج مدارات شكرا جزيلا لاخي وصديقي دكتور فارس على هذه المقدمه الجميله الاحتفائيه بي والشكر موصول لبرنامجه مدارات هذا البرنامج الذي حقق حضورا واضحا وملحوظا على الصعيد المحلي والعربي وانا سعيد جدا في ان اكون ضيفا على هذا البرنامج اهلا وسهلا بك على سيره الاستاذ الدكتور خليل شكري هياس، خليل شكري هياس سليمان ال محمود مواليد 1972 الموصل حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة الموصل كلية الآداب قسم اللغة العربية حاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وأدابية من جامعة الموصل كلية التربية حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية من جامعة الموصل كلية التربية عين في جامعة الموصل كلية التربية الأساسية عام 2001 حاز على لقب علمي او مرتبه علميه استاذ عام 2018 التخصص الدقيق الادب السيري الحديث ونقده وهو من مؤسسي قسم اللغه العربيه بكليه التربيه جامعه الحمدانيه ورئيسه منذ ان اسس ومن المساهمين الاوائل في تاسيس كليه التربيه التي شكلت شكلت نواه جامعه الحمدانيه الحاليه وهو مشارك في دوره تطوير الملاكات التدريبيه والتدريسيه في لبنان لعام 2014 الدوره الخامسه، كما انه مشارك في لجنه مشروع تطوير مناهج اللغه العربيه لكليات التربيه والتربيه الاساسيه والاداب المشكله من قبل وزاره التعليم العالي، وقد انهت المشروع وحصلت موافقه الوزاره على اقراره للعام الدراسي منذ 2016 2017 والى الان. وهو عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وعضو المجمع العلمي للغه العربيه ومقرها بيروت وهو خبير محكم في مجله جيل للدراسات الادبيه والفكريه مقرها بيروت. هذا بعض من جوانب واضواء السيره على حياه الدكتور خليل شكري هياز فأهلا وسهلا به أهل لنتناول أهل هذه السيرة بكاملها في برنامجنا مدارات فأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة آه بدءا أن نبدأ مع دكتورنا العزيز البداية وأنت تلميذ في الابتدائية كيف كانت البيئة الحياة المحيط بدايتي كانت في مدرسة ابن رشد الابتدائية المختلطة في منطقة نينوى الشرقية القريب من ما نسميه بإراج الشمال. نعم. في هذه المدرسة حقيقة تشكلت بداياتي العلمية الأولى كما تعرفون وفي هذه المدرسة حقيقة كانت لي فيها ذكريات جميله لا زلت اتذكر بعض من درسوني نعم من المدرسين والمدرسات في تلك المدرسه وكلنا نعلم ان الحياه في هذه المرحله مرحله لها طعم خاص طعم الطفوله ولها ذكريات خاصة وكلنا الآن نحتفظ بما فيه من مسرات وما فيه من بعض المنغصات أحيانا متى بدأت الهواية في الكتابة؟ بالقراءة بالقراءة وحب القراءة والكتابة فيما بعد حقيقة نحن مدينون لهؤلاء أو لأولئك الأساتذة الذين علمونا الحرف أولا، والذين غرسوا في داخلنا بذرة حب العلم، فمنذ المرحلة الابتدائية كان هناك شغفا في التعلم وحب المعرفة، و هذا الشغف حقيقة زرع من خلال جانبين، الجانب الأول المدرسة وتأثيرات المدرسة آنذاك، والمعلمين والمعلمات أولئك الذين حرصوا علينا على أن يزرعوا هذه البذرة فينا، فكنا منذ المراحل الأولى نتطلع إلى أن نكون في الصف الأول دائماً. ونكون في سباق مع الزمن لكي نتعلم ولكي ناخذ العلم من معلمينا. والذكريات تحتفظ باسماء لا زالت تحفر في ذاكرتي ست خانم مدرسه اللغه العربيه ست نهله ست منى مدرسه اللغه الانجليزيه ست صبيحه مديره المدرسه استاذ عباس مدرس ماده الاجتماعيات الهوايه متى بدأت؟ الهوايه في الكتابه الهوايه حقيقه هوايه القراءه كانت موجوده منذ الاساس انا في المرحله الثالثه او الرابعه من الم... من ال... يعني في الصف الثالث او الرابع من المرحله الابتدائيه وانا بدأت بقراءه الجريده نعم حب القراءة موجود مع النشأة لكن الكتابة حقيقة حب الكتابة آه هذا الحب بدأ مع الدراسة في الجامعة الجامعة في الجامعة نعم بداياتي الأولى في الكتابة آه كانت في الجامعة نعم عندما كنت طالبا في جامعة الموصل كلية الأداب وأنت تعرف كلية الأداب هذه الكلية العريقة بما كانت تحتويها من أسماء لامعة على الصعيد الأكاديمي من تذكر؟ وفي كلية الآداب قسم العربية حقيقة أنا وصلت ولو متأخرا إلى أسماء كانت لها وقعها المؤثر والكبير في الساحة الثقافية العراقية والعربية وفي الساحة الأكاديمية العراقية والعربية يعني اذكر على سبيل المثال دكتور عمر الطالب الله يرحمه رحمه الله عليه دكتور ابو شر البستاني امد الله في عمرها الله في عمرها وهي أستاذة, استاذه الجميع جليله وقديره دكتور احمد فتحي رمضان نعم له كل التحايا في البلاغه نعم واساتذه كثر لا اريد ان اقف عند كل اسم لكن كان لهم التاثير الكبير والتوجيه الكبير في اننا نواصل مسيره البحث ومسيره القراءه ومسيره الكتابه. اول ما دخلت الاداب نعم جيت من الاعداديه الى الاداب نعم اول محاضره تذكرها؟ نعم انا في حقيقه الامر قبلت في كليه الاداب قسم الترجمه. ترجمة. نعم دخل علينا الدكتور مصباح. نعم دخل علينا سلّم باللغة الإنجليزية وأخذ يتحدث معنا المحاضرة كاملة باللغة الإنجليزية. ويعني إذا ما خانتني الذاكرة يعني ربما تحدث بكلمتين أو ثلاثة أو بجملتين أو ثلاثة عربية، لكنه كان مصراً على أنه يتحدث باللغة الإنجليزية رغم أنه يعرف معرفة جيدة أننا لا نفهم نعم ما يقول، لا نفهم نعم. كل ما يقوله نعم. على أقل تقدير. خضت تجربة البقاء في قسم الترجمة لمدة أسبوع واحد فقط. بعد مرور هذا الأسبوع. قررت أن انتقل إلى قسم اللغة العربية، ونقلت هذه الرغبة إلى العائلة، فوافقوا مباشرة على أنني يعني دائما أنا كنت في مجال حياتي العلمية أنني لا أرضى أن أكون في يعني في الصف الأخير أو أنني لا أكون من الطلبة، يعني إن لم يكن المتميزين في الصف الاول لكن على الاقل احتفظ بشيء من التميز داخل المرحله والشعبه نعم فقررت الانتقال ثم انتقلت الى قسم اللغه العربيه فوجدت نفسي بشكل كامل في هذا القسم وانا قبل دخولي للحياه الجامعيه كنت حريصا على قراءه الصفحات الادبيه في الصحف والدوريات والمجلات العراقيه والعربيه نحن جيل نشأنا على مجله الف باء وكل العرب ومجله الصياد وجريده الثوره وجريده الجمهوريه والصحف والصفحات الثقافيه التي كانت موجوده ومجله الاقلام نعم الثقافة الأجنبية، هذه المجلات والصحف والدوريات التي كانت موجودة وكنا نتابع الأسماء التي تتكرر في هذه الدوريات فنجد أسماء عربية وعراقية مهمة في تلك الفترة وكلنا نعلم مدى ثقل مجلة الأقلام العراقية على سبيل المثال في الثمانينيات من القرن المنصرم نعم نعم وفي التسعينيات من القرن المنصرم فنشأنا هذه النشأة مع هذه المجلات فكانت لدي رغبة كبيرة في التوجه نحو الأدب عندما دخلت قسم اللغة العربية وجدت في هذا القسم ضالتي نعم أي فكنت دائما يعني اميل الى الدرا... الى المحاضرات الادبيه اكثر من المحاضرات اللغويه حقيقه. نعم. ففي تلك الفتره بدات بدات بالكتابه وكنت اكتب واحتفظ لنفسي. الى ان اكملت الدراسه في المرحله الجامعيه الاولى وتحولت الى الدراسات العليا. صادفني صديق ماذا تذكر قبل ان ننتقل للدراسات العليا دكتورنا العزيز هناك وقفات طلابيه اكاديميه في المحاضرات هناك كانت بعض الاطياف التي نعم. نتذكرها في تلك الدراسه محاضره من المحاضرات التي اعجبت ولا زلت تذكرها الى الان نعم. يعني حقيقة المحاضرات التي أعجبنا بها حقيقة محاضرات ليست قليلة لأن المحاضرة بطبيعة الحال تتبع المحاضر والتدريس لا. الذي يلقي المحاضرة كلنا نجمع حقيقة من درسوا تحت أيدي هؤلاء الأساتذة البررة كلنا نجمع على أن محاضرة الدكتور عمر الطالب محاضرة شيقة جدا نعم وكلنا نجمع على ان محاضرة الدكتور احمد فتحي رمضان محاضرة شيقة في البلاغة، انا تأثرت حقيقة في المرحلة الأولى كثيرا بمحاضرات أستاذنا الدكتور أحمد فتحي رمضان وفي طريقة تحليل الآيات القرآنية والأبيات الشعرية تحليلا بلاغيا. فكنت معجبا جدا بما اتلقاه من معلومات ومن طريقه في التحليل في ماده البلاغه في ماده البلاغه نعم واستطيع ان اقول ان للدكتور احمد فتحي رمضان تاثير كبير في انه فتح عندي الابواب للبدء او او اعطاني المفاتيح لان احاول محاولات جيدة في التحليل البلاغي تحليل البلاغي نعم ولكنك لم تختص بالبلاغة لم أختص بالبلاغة وأنت تعلم أن الأدب واحة كبيرة واحة كبيرة والبلاغة عنصر فعال ومساهم في نعم الجانب الأدبي نعم, نعم الـ الـ الآن أنت يعني في تلك الفترة تذكر ماذا كتبت نعم لازلت أحتفظ بدفتر صغير موجود في هذا الدفتر مجموعة من المحاولات الأولى لكتابة ما كنت أسميه أنا ذاك بالقصيدة القصيدة نعم ولهذا عندما أكملت يعني ذهبت باتجاه الدراسة الماجستير قلت أنه صادفني صديق عزيز وكان حقيقه له تاثير ومساهمة في صقل هذا الجانب وهو الصديق الدكتور فيصل القصيري وانا احييه له كل التحايا هذا نعم. المكان عرضت عليه ما كنت اكتبه في المرحله الدراسه نعم. الاولى وقلت يعني هذه محاولات لا اعرف مدى لانه وقف مع فيصل نعم قصيري الشاعر اي, نعم فقال لي قال لي يا صديقي طبعا بعد ان قرا كل ما في الدفتر قال لي يا صديقي اترك كل هذا الدفتر وصيه وابدأ, وابدا من جديد وابدا وفق وفق خطه قرائيه حقيقه وضعها وضعها دكتور فيصل واعطاني بعض المحاضرات طبعا خارج القاعه نعم. بعض المحاضرات في كيفية في كتابة العروض؟ النص الشعري وفي العروض لم يك لم تكن المحاضرات مختصة في جانب العروض حقيقة نعم وإنما كيف تتشكل الصورة الشعرية؟ نعم كيف تكون الجملة منزاحة؟ وما الفرق بين الجملة الشعرية والجملة آه النثرية على سبيل نعم المثال؟ نعم آه قوة الانزياح نعم آه قوة الصورة الشعرية وغير ذلك من التقارات الشعريه التي نختص للمقاطعه أحكاً. واستميحك عذرا لدينا فاصل قصير ونعود اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود واياكم ومع ضيفنا العزيز الدكتور خليل شكري اياس <applause> اعزائي المشاهدين عدنا واياكم ومع ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور خليل شكري هياس. نعم كنا نتحدث عن محاضرات مم. الزميل والصديق العزيز والاخ مم. المحبوب مم. فيصل قصيري مم. نعم نعم فكان للدكتور فيصل الفضل في هذا الجانب، لكن ايضا لي بعد هذه النصيحه التي نصحت بها بدات بالكتابه حقيقه ووصلت إلى مرحلة في الكتابة عرضت عليه في يوم ما نصا شعريا فقال لي بالحرف الواحد أنا أغبطك على هذا النص وليتني كنت أنا كاتب هذا النص أنا كتبت الشعر نعم لدي لم أنشر لحد لم أنشر ديوان لكن لدي كتابات في هذا المجال ولم أطرح نفسي لحد هذه اللحظة كشعر على اني لا, أنا كشعر. لا أنا الان اشتغل في مجال النقد اما الشعر نعم. ف هو هوايه لدي ما. على صعيد الكتابي حقيقه لابد لي ان اذكر تجربتي مع دكتور ابو شربستان نعم ايضا لها مديد العمر والصحه والعافيه ان شاء الله يحفظها الباري عز وجل صاحبه فضل كبير نعم علينا دكتورة بشرى البستاني كانت غرفتها طبعا مفتوحة للطلبة بشكل كامل وغرفتها عبارة عن قاعة ثانية للدراسة نعم كنا يعني أحيانا ننجم عند دكتورة بشرى والله ما زرتها يوما إلا وجدت آه الطلبة في غرفتها نعم كنا نزورها ونستوضح عن كثير من المسائل التي تطرح داخل المحاضرة فضلا عن ذلك كانت مهتمه في صقل المواهب الكتابيه. نعم. وكانت حريصه على انها تخلق جيل على الاقل تجيد فن ال او يجيد هذا الجيل فن الكتابه. نعم. فكنا يعني احيانا نلح عليها كثيرا حقيقه. كنا نلح عليها ولكنها كانت صبوره معنا. وابتسامتها لا تفارقها ابدا. تتعصب في حاله واحده فقط. نعم. عندما نسيء الى اللغه وعندما نسيء الى الكتابه وعندما لا نتعلم بشكل وهذا بعيد. من حقها وهذه يعني هذه العصبيه هي التي خلقت من ما نحن عليه الان. ما شاء الله. تجربتي مع الدكتور عماد عبد يحيى في المرحلة الرابعة له كل التحيات نعم أكيد أستاذنا الفاضل كان بحث بحثي للتخرج أو مشروع بحث التخرج كان بإشراف الدكتور أيمان عبد يحيى نعم وأنا ذاك كان رئيسا لقسم اللغة العربية نعم وأنت تعرف نعم أن من يشتغل في الجانب الإداري من الصعب أنك تجلس معه جلسات طويلة في الكتابة البحثيه نعم لانشغالاته بالاداره وكذا اكيد نعم كنت انتظر في مكتبه احيانا نصف ساعه وساعه حتى التقيه ربع ساعه مثلا نعم. لكن هذه الدقائق كانت غنيه جدا بالنسبه لي لانه استاذ فاضل وضليع ومتمكن في نعم. اختصاصه ولا زلت اتذكر موضوع بحث التخرج كان بعنوان الفاصلة في القرآن الكريم في القرآن الكريم سورة القمر نموذجاً نعم. درست الفاصلة القرآنية نعم وطبقت على سورة القمر نعم أي فأفت وأنت تعرف أن الفاصلة القرآنية تشتغل نعم. اشتغالا قريبا من من العروض نعم انت تحتاج لانك تقطع نعم الجملة الايات القرانيه الايه نعم تقطع نعم الايات ثم تصل الى الفاصله والفاصله لا تكون في الحرف الاخير وانما في المقطع الاخير و في هذا البحث تعرفت على كتابين مهمين الفاصله في القران الكريم الحسناوي والفاصله لعبد الفتاح العشيم نعم اي، وتعلقت بالكتابين بشكل كبير جدا، وانجزت بحثا آه يعني في في حينه نعم كان يعني مقبولا او اكثر من مقبول الحمد لله نعم. ناتي الى مرحلة او محطة اخرى وهي انهيت الدراسة الاولية الجامعية نعم وقبلت في, في الماجستير الدراسات العليا نعم. الماجستير نعم. يعني. اكيد كنا زملاء كنا زملاء, زملاء كنا في, في دوره واحده في دوره نعم. واحده وفي الدكتوراه كذلك نعم. و... نعم. كان معنا مجموعه من الاصدقاء نعم ما شاء الله نحييهم الان من هذا المنبر امتداد نعم. امتداد ثقافي وعلمي وادبي واكاديمي نعم. على مستوى نعم. الوطن العربي اكيد, أكيد. يعني الآن نعم. الاصدقاء الحمد لله الذين كانوا معنا الان اصبح البعض عنده اسماء مهمه. كنا 16 نعم. واحد. نعم. بدورتنا الاولى. صح. نعم. صح. أي. فانا خريج كليه الاداب كما تعلم قدمت آه للدراسات العليا قدمت اوراقي الى كليه التربيه قسم العربيه التحقت مؤخرا. نعم. العليا. لأنني كنت في الاحتياط نعم عندما جاء التوسعه جاءت قمت نعم. في الدراسات العليا فالتحقت نوعا ما مؤخرا والتحقت في كليه جديده واساتذه جدد اي فكانت البدايه حقيقه بدايه صعبه كيف تتاقلم مع الدراسه او مع الدراسات العليا وانت تعلم ان ثمه فارق بين الدراسة الأولية والدراسات أكيد العلمية أكيد أكيد فالطالب في الكورس الأول أو في الفصل الأول يحتاج إلى فترة للتأقلم مع طبيعة المواد مع طبيعة والاعتماد على النفس والاعتماد بشكل كامل على النفس نعم و أكثر من الاعتماد على الأستاذ نعم في الدراسة, الدراسة الأولية الدراسة تتحول من 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 دراسة ذات طابع حفظي الى دراسه ذات طابع بحثي. نعم. وكنا جدد على هذا المجال. نعم. نعم. فيعني كانت الصعوبات في الفصل الاول كما تعلم، لنا ذكريات جميله ولنا ذكريات في تلك الفترة, الفتره نعم ومع نعم اساتذه وتعرفنا على اساتذه حقيقه نعم يعني اساتذه ايضا تركوا بصمات كبيره. اكيد لهم كل التحيه. الاكاديميه. نعم. اي. دكتور عبد الستار دكتور بدراني عبد ودكتور دكتور ابراهيم, جنداري دكتور إبراهيم جنداري. أنا كنت محظوظ يعني دكتور إبراهيم جنداري درسني في. دكتور حسن في كلية الآداب ودرسني في كلية التربية. نعم. أي ودكتور حسن. نعم. دكتور عمر الطالب أيضا دكتور درسني. دكتور عمر في كلية الطالب هذا منتهين يعني. أيضا. نعم كان. دكتور حازم عبد الله خضر. رحمة الله عليه نعم. أنت تعرف عندما كان. دكتورة نزهة نعم رحمة الله عليه. يعني في في الأدب الأندلسي عندما كان. دكتور حازم عبد الله خضر عندما يتحدث في هذا المجال يعني وكانه العالم في في اختصاصي نعم نعم فعلاً كان عالما في اختصاصي نعم جئنا إليك اختاريت اعتقد في السيرة ذاك الوقت علاقتي بالسيرة كيف نعم. كيف كانت؟ نعم حقيقة وزعنا على المشرفين نعم في الفصل الدراسي الثاني ثاني تمام واعتقد كانت كانت عندنا ماده اسمها الماده المتخصصه نعم متخصصه في الفصل الدراسي, نعم الدراسي الثاني نعم في توزيع الماده المتخصصه انا كنت مع دكتور ابراهيم جنداري له كل التحايل له كل التقدير نعم نعم فبدانا المشوار مع التخصص الاكثر بماذا تريد ان تختص في دراسه الماجستير فكانت لدينا لقاءات ومحاضرات مع الدكتور في هذا الجانب تبلورت بعض الافكار العامه نحو التخصص لكن حقيقه لم يعرض علي الدكتور محمد دكتور ابراهيم جنداري موضوعا محددا في مادة المتخصصة وإنما قال لنا لا تستعجلوا ربما كنا طالبين أو ثلاثة عند دكتور نعم. إبراهيم قال لا تستعجلوا لدينا لا زال لدينا متسع من الوقت للاختيار المادة الخاصة نعم. عندما صار اسمي بشكل رسمي عند دكتور إبراهيم وأصبح هو مشرف الرسمي عرض علي مجموعة من المواضيع أو الموضوعات وهو يعرض علي مجموعه من الموضوعات قال لي ايضا يعني اشار الى موضوع سيره الذاتيه نعم. في في البيرلوش قال نعم. لي هذا الموضوع تحديدا هذا الموضوع موضوع حديث جدا ولم يدرس احد يدرسه احد نعم تمام واختصاص جديد المدروس سابقا في موضوع السيره الذاتيه في الادب العربي الفضاء آه كما هو لا مدروس دراسه قريبة من الجانب المضموني نعم الموضوعي يعني يحيى ابراهيم عبد الدايم اشار في الكتاب الى بعض الجوانب التشكيليه لكنه لم يدرس السيره من حيث البناء التشكيلي ويحيى ابراهيم عبد الدايم مثلا درس الترجمة سماها الترجمة الذاتية في الأدب العربي نعم. درس الأدب العربي بشكل كام ولم يختص بمتن معين بالتالي الدراسات عندما تكون بهذه الطريقة لا تستطيع الكشف عن مكنونات النص الأدبي من الداخل من نعم. فكتاب عبد الدايم إبراهيم عبد الدايم بما أن الكتاب كان شاملا لمجمل ما مكتوب في السيره الذاتيه العربيه لذلك لم يستطع ان يركز على او يبحث في بواطن هذه النصوص ويبحث في الجانب التشكيليه بشكل ويخرج بدراسه تشكيليه او في الجانب البنيوي للنصوص اي فاشار لدكتور ابراهيم جنداري على ان هذا الموضوع غير مدروس ولم يسبق دراسته ستكون وستكون مختصا او لك لا اقول الرياده لكن ستكون انت من اوائل من يدرس هذا الجانب هذا الجانب نعم وكانت بالفعل يعني حسب اطلاعك عنده نعم حقيقه انا يعني ما كنت مطلع على هذا الجانب لكن السيرة. تحمست لان الموضوع حديث اولا نعم. ولانني يعني اميل دائما الى الدراسات السرديه نعم. <applause> وإلى نصوص سردية فقررت أن أدرس هذه المادة وأيضا أشعر في وقت أن الدراسة لن تكون سهلة وستحتاج إلى صبر ستحتاج الدراسة إلى صبر من 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 قبلك وأنك ربما ستصطدم بمسائل كثيرة قلة المصادر أه السفر أه بحثا عن مصادر في تلك الفترة أنت تعلم أن أن الحصول على الكتاب في الحصار نعم تمام يعني كان صعب كان جدا كان في التسعينات جدا في التسعينات اي نعم. فضلا عن عن الظرف المعاشي الصعب في تلك الفتره لكن انا خلاص قررت انني اخوض غمار هذا الموضوع الحقيقه كان اختيارك صائب لان دكتور ابراهيم جنداري مختص ايضا وكتب عن الفضاء نعم نعم دكتور إبراهيم درس, عند عند درس فضاء عند الجبرة لكن درس روايات جبرة إبراهيم جبرة نعم يعني موغل في القضايا في نعم أو في, في أدب جبرة نعم أنا نعم أعتقد دكتور إبراهيم جنداري توصل إلى هذا الموضوع من خلال دراستي لأدب جبر إبراهيم جبرة لأنه أكيد اختص في هذه الدراسة وجبرة كما تعلم بـ بـ أديب موسوعي نعم. يعني نعم. كتب في شاعر ومترجم الشعري. وتشكيلي نعم و... نعم, نعم. نعم. آه، ولديه كتابات آه، مهمة في هذا الجانب، في الجانب السيري. يعني لديه تعالقات كبيرة بين متونه السردية وبين آه، حياته الـ الـ الشخصية. وهو يشير في كثير من الحوارات التي أجريت معه على أنه يتواجد في رواياته اكيد بطريقه او باخرى حتى صرح ان صياد في شارع ضيق نعم, نعم. أذكر هذه الروايه يمثل او هذه الروايه تمثل جبره ابراهيم جبره بشكل او باخر وخلال قراءتي ل ادب جبره ابراهيم جبره وحوارات جبره وجدت فعلا أن هناك تعالقات كبيرة سميته في لاحقا بالتعالق النص الحالي علاقة نص سابق بنص لاحق. نعم. نعم. فهناك تعالقات كبيرة بين متون جبر جبر إبراهيم جبر الروائية وبين حياته الخاصة. نعم وعندما قرأت سيرة جبر أثناء مرحلة الطفولة سماها بالبئر الأولى. وقرأت الروايات وقرأت ما كتبه حتى شعرا كان يتواجد في نعم كل هذا كنت ألمس على على نحو واضح هذا التعالق الموجود بين جبرة في نعم الواقع وبين جبرة في نعم هذه المدن. نقف عند هذه المحطة وقبل أن ننتقل إلى محطة أخرى نسمحك أذرا لدينا فاصل قصير ونعود اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود واياكم ومع ضيفنا العزيز اعزائي المشاهدين عدنا واياكم ومع ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور خليل شكري هياس. نعم انت انهيت الدراسه دراسه الماجستير ثم عدت للوظيفه وللعمل الوظيفي ثم بعد ذلك استكملت الدراسه الدكتوراه. كيف كانت هذه الرحله؟ حقيقة بعد أن خضت تجربة الدراسة في مرحلة الماجستير وخرجت بهذه الرسالة رغم ما واجهت من من عواقب أو من بعض المشاكل الخفيفة لكنني وجدت نفسي أنني مندمج كثيرا في هذا الاختصاص، لماذا؟ لأنني اكتشفت ان هذا المجال او هذا النوع او هذا الجنس الادبي اذا صح التعبير جنس السيره جنس مبتكر غير مشتغل عليه نقديا. نعم. وأن انني ممكن ان اظل في هذا الجانب وانني احفر عميقا في هذا الجانب وانني اطلع على او انني اشتغل على مجالات سيرية كثيرة وانواع سيرية كثيرة ولكنك انتقلت من نعم الرواية الى نعم في هذا الموضوع في اختيار القصيدة السير ذاتية بعد ان قرأت قلت لك ما يختص بالنقد السيري وجدت عند حاتم الصقر بحثا بعنوان السيرة الادبية او بشكل دقيق سماه القصيدة السيرية ولم يسميه القصيدة السير ذاتية نعم في هذا البحث اشتغل على إيجاد هذه الركائز الخاصة بالقصيدة السيرية السيرية هو سماه بسيرية أي وحتى انني في من في اختار ايه لك هذا الموضوع؟ اه انا ساتيك على هذا الموضوع نعم حتى انني في في موضوع عندما قرات هذا هذا البحث وفي دراسه من الدراسات التي كتبتها لاحقا يعني عرضت دكتور حاتم الصغير في العنوان في القصيده السيريه لانه اشتغل على القصيده السير ذاتيه والقصيده السيريه تشمل تشمل هذه القصيده القصيده السير غيريه والقصيده السير ذاتيه مع ذلك فتح لي افاق هذا البحث وهذا طبعا حاتم الصغير ناقد عراقي معروف وله نعم. آه نعم باع كل طويل وعميق في هذا نعم. الجانب آه فتح لي آفاق أنني أدرس هذا الموضوع عرضت الفكرة أولا على آه أخي وصديقي وأستاذي الذي اعتز به دكتور محمد صابر بعيد ودكتور لنا محمد وقفة يعني نعم. أذكرك بأننا لنا وقفة أكيد يعني له التأثير الكبير في صقل نعم. آه يعني في صقل موهبتي وفي صقل الجانب الكتابي لدي وأنا يعني عاشرته كصديق لفترة يعني فترة تتجاوز عشرين سنة نعم. أنا نازلت معه أنت و تعرفت بالدكتور الأستاذ نعم الدكتور الناقد العراقي والعربي محمد صابر عبيد في المناقشة مناقشه الماجستير كما اظن نعم وبعد ان انتهيت من المناقشه زاملته وصادقته نعم نعم و يعني ما شاء الله صداقه ونعم الاخ والصديق هو كان واحدا من المناقشين الذين في ناقشونني في رساله الماجستير وهم ثلاثه نعتبرهم ثلاثه من 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 الاسماء المؤثره الكبيره في نعم الساحه العراقيه وحتى العربيه الاستاذ الدكتور عمر الطالب رحمه و... الله والاستاذ الدكتور احمد فا... عفوا فائق مصطفى نعم والاستاذ الدكتور محمد صربيد يعني ثلاثه وهذه نفس اللجنه اللي ناقشتني في برتبة نعم. استاذ يناقشون طالب ماجستير حديث عهد بالكتابه وانا نفس الشيء اي نفس اللجنه نعم. فبعد المناقشة حقيقة أصبح هناك تقاربا كبيرا بيني وبين دكتور محمد صابر وكان له الفضل في أنه نشر لي كتابي الأول يعني بعد المناقشة أنا زرته في بيته وفي طريقنا إلى العودة أنا وهو خرجنا من بيته فعدنا إلى المدينة عرض عليها في السيارة أنني أنشر هذا أنشر هذه الرسالة الماجستير الماجستير نعم أي فاتفقنا على أنني أقوم ببعض التغييرات على الرسالة على نحو يصبح أو تصبح هذه الرسالة كتاباً نعم انت تعرف اصول اصول نعم الاكاديمي ونشر الكتاب واحد تختلف عن اصول كتابه نعم الرساله فغيرت ما وجهني به دكتور محمد ثم ارسلنا الكتاب الى اتحاد الكتاب العربي في سوريا ونشر الكتاب تفاجأت, نعم تفاجات بعد سنه واذا بالكتاب منشور وهو اول كتاب لي ولا أستطيع نصف الآن مشاعري وأنا أسمع بأن رسالتي تحولت إلى كتاب. نعم. نعم نستكمل الحديث عن القصيدة السير ذاتية أيضا كان هناك. نعم فنأتي إلى إلى القصيدة السير ذاتية طرحت الموضوع على الدكتور محمد صارويد قال لي والله الموضوع أيضا موضوع حديث. ولم يشتغل أه سابقا الا بحث دكتور أه الصغر ويعني الموضوع يعني انا انصحك انك تتريث في اختيار هذا الموضوع في البدايه لكن عندما وجد اني مصر على هذا الجانب هو يعرف يعني كان يعني في البدايه يعني يثق باشتغالاتي وايضا يعني عملت مع في الاشراف لا آه الاشراف كان باشراف الدكتور عبد الستار عبد الله عبد عبد الله لكن نعم. حقيقه انا في اطروحه الدكتوراه كان لدي مشرفان نعم وكلاهما من الاسماء الكبيره المهمه وانا كنت محظوظ حقيقه محظوظ في هذا الجانب نعم انني ان الدكتور محمد صابر يشرف علي في اطروحه الدكتوراه بشكل غير رسمي نعم ويشرف علي ايضا الدكتور عبد الستار عبد الله بشكل رسمي نعم نعم له ما شاء الله يعني الجانب. دكتور عبد الستار ولا دكتور صابر غنيا عن التعريف فبدانا ب بدات حقيقه مشواري في هذا الجانب وكنت حقيقه يعني كنت متاني جدا في الكتابه هذه المره نعم لماذا وكتبت وخرجت نعم. برساله متكامله لان الموضوع لم يكن سهلا والموضوع لا لا توجد عليه دراسات قليله الدراسات قليله جدا اي لكن الحمد لله ايضا وفقت في هذا الجانب وهذا وطبع ايضا طبعت طبع بعنوان القصيده السير ذاتيه بنيه النص وتشكيل الخطاب هذا طبعاً يمكن هذا نعم هذا الكتاب نعم, نعم هذا الكتاب بطبعتين الطبعه الاولى عن عن عالم الكتب الحديث والطبعة الثانيه عن دار غيده نعم. نفذ الطبعة الاولى ما شاء الله وبعد ان انتهيت من الفتره الزمنيه للعقد الثانيه للعقد طبعت الكتاب طبعة ثانيه في دار غيده دا. ما شاء الله ناتي الى الان ما بعد الدكتوراه نعم. خليل شكري هياس اصبح ناقدا وعرف من كتابه الاول عن جبره ثم كتابه الثاني وكلاهما أكاديميا في البداية رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه بدأ خليل هياس ليتفرغ كليا إلى الكتابة أنت من مؤسسي أيضا قسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة الحمدانية ومن مؤسسيه نواه كليه التربيه كما ذكرنا في سيرتك. حصيلتك الان عدد الكتب التي انجزتها منفردا. منفردا خمس, خمس كتب. نعم. والمشتركه لدي اكثر من 20 كتابا مشتركا. ما شاء الله. نعم. الامور التي ركزت عليها وتناولتها في كتبك نعم. يعني تحدثنا عن سيرة جبرة أنت مختص نعم تحدثنا في الماجستير والدكتوراه بالسيرة بالضبط، تحدثنا نعم. عن سيرة جبرة وتحدثنا عن القصيدة السيرة الذاتية، بعد ذلك والحقيقة بين الكتاب الأول والكتاب الثاني أثناء مرحلة الدكتوراه وأنا طالب دكتوراه، تأسس لدينا مشروع كان يقوده الدكتور محمد صارويد نعم وهو مشروع الكتاب المشترك نعم فبدانا هذا المشروع بكتاب عن علي عقل عرسان نعم الاديب السوري المعروف رئيس اتحاد ادباء العرب اتحاد الكتاب العرب في سوريا نعم نعم بدانا المشروع بكتاب عن منجزه الادبي نعم انا تناولت في هذا الكتاب روايه له ودرستها دراسه عتباتيه نعم هذا المشروع الاول طبعا هذا المشروع اثناء مرحله الدكتوراه نعم نعم فنجحنا في هذا المشروع باداره دكتور محمد صار بدانا ب يعني ترسيخ هذا المشروع فكتبنا مجموعه من الكتب المشتركه اذكر كتاب انت عديت عن ينابيع ينابيع النص للدكتور أبو شربستان نعم أبو نعم. نعم البدايات البدايات كنت اشتغل أه، تحت مظله الدكتور محمد صابر بيد وليه انا ما الاحظ هنا سمعت عذرا نعم. المقاطعه وجدت يعني بصمه للدكتور محمد صابر عبيد في كتاباتي نعم انا متاثر بكتابات نعم. دكتور محمد صابر عبيد وعلمني كيف اكتب بصراحه في حوار من حواراتي مع دكتور محمد البيت وهي كثيره لاننا يعني نتسامر معاً, نعم. نعم. معا نسافر معا نعم. نسافر معا مؤتمرات كذا ندوات مؤتمرات نعم. نعم فقلت له طبعا هذا الكلام يعني في السنوات الاولى اذا صح قلت لك له يا دكتور لديك طريقة خاصة في الكتابة نعم هذه الطريقة تزاوج بين الطريقة المغاربية في الكتابة والطريقة الشرقية كيف؟ لديه اطلاع كبير على الأدب ولديه علاقات مع النقاد المغاربة نعم فكيف هذه الطريقة يعني الطريقة المشارقية الآن أو الطريقة الأكاديمية البحتة أننا في الكتابة النقدية لا نلجا الى اساليب الجمل المجازيه اذا صح التعبير. نعم. ونبقى في قيود المعنى المعجمي للمفرده. الكتابات النقديه الان كتابات يعني تجاوزت هذه الطريقه او هذا الاسلوب الكتابي. يعني الان النقد او الناقد هو منتج ثاني للنص. نعم. بالتالي عندما يريد أن يحلل نصا أدبيا يحلل هذا النص تحليلا يجعلك تقرأ هذا النص قراءة جديدة ربما تكون هذه القراءة مغايرة عن القراءة آه الأصلية للنص إذا البصمة التي وجدتها هي مدى تاثرك بكتابات الناقد محمد صابر عبيد نعم الحقيقه نعم, نعم, نعم بعد هذا اشتغلت على مجموعه اشتغلت من اشتغلت على مجموعه من من الكتب حقيقه يعني إضافة الى المشروع المشترك الذي نعم يعني الان اصبح أمر المشروع المشترك حوالي يعني ام اكثر من عشرين سنه حقيقه نعم ولدي يعني اشتغالات خاصه اشتغالات خاصه من منها يعني كتابي الـ الـ تمثلات النص الشعري قراءة أو جماليات النص المهمش. نعم. هذا الكتاب خاص بأنني أخذت مجموعة من النصوص لشعراء غير معروفين حقيقة. نعم. يعني, يعني أنهم أنهم يعني مهمشون حقيقة. نعم. وحاولت أن أظهر في هذا أو أنصل في في هذا الكتاب إلى نتيجة واحدة أن هؤلاء همشوا. ليس بسبب نصوصهم الضعيفة، وإنما همشوا هم لأسباب أخرى, أخرى. نعم. غير قوة النص، بالتالي حاولت وصدر. نعم حاولت أن اسلط الضوء على على مجموعة من هؤلاء الشعراء، منهم شعراء عراقيون ومنهم شعراء عرب ما شاء الله في الكتاب الآخر تمثلات السرد القصصي هذا الكتاب اختص بالسرد العراقي نعم. وتناولت فيه مجموعة من القصاصين العراقيين. أيضا في هذا الكتاب تمثلات النص السردي أو تمثلات السرد القصصي حاولت أن أشتغل على التلاقحات الموجودة بين النص السردي وبين جملة أو مجموعة من الفنون السمعية والقولية. الحقيقة الحديث جميل وخاصة في النقد وموضوع السيرة موضوع يعني حساس جدا لأنه تحليل النص واستنباط معالم أو جوهر السيرة ليس بالأمر السهل نعم. وأنت مشكور وكذلك ما أسس له الدكتور محمد صابر عبيد في موسوعته عن السيرة نعم خرج بأكثر من خمسة وأربعين مصطلحا سيريا ما شاء الله. أو نوعا سيريا نعم فلما وبالمناسبة هذا الكتاب تحديدا قبل ان يدفعه الى النشر اعطاني الكتاب قال اريد ان تقرا هذا الكتاب بامعان قبل طبعه نعم نعم وتكتب ملاحظاتك على هذا الكتاب هذه هذه يعني هذه نعم. يقدر عليها انه الاستاذ يعطي لتلميذه ليس هذا الكتاب حقيقه نعم. يعني معظم كتبه ما شاء كان الله كان قبل ان ينشره يدفعوا لي هذه ثقة نعم الناقد الدكتور و... محمد صابر عبيد حتى سألته كيف انك انت انت استاذنا وانت قال لا انت مختص في هذا الجانب خاصة في الكتب السيرية وانا لا اتجاوز رأيك في هذا الجانب رأي جميل جدا لا. شكرا لك من القلب على كل ما تفضلت به وكنا نتمنى ان الوقت يطول اكثر وتأخذنا المحطات والمسافات لنو لندخل إلى أعماق ما كتبت أكثر وأكثر وإلى كل من كتبوا ونذكر وعذرا لمن لم نذكرهم في هذه الحلقة شكرا لك وتحياتي شكرا, إليك. شكراً أعزائي شكراً المشاهدين لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته